موسيماني ازاي يجدد دوافع الفريق؟ عندك بطولات متتاليه. موسيماني عنده خبره كبيره في افريقيا وعارف النادي الاهلي ايه ولعبه قبل كده ولعب الزمالك، فهو كان عارف، ودايما تصريحاته حتى يقول لك انا عارف الاهلي والزمالك، يعني كان متابع للكره المصريه. فالكلام اللي جالي يعني من الكواليس من زمايلي يعني بيقول لك بيعرف يتعامل ازاي قوي نفسيا مع اللعيبه، ودي حاجه مهمه جدا في كره القدم، انك تعرف تطلع اللي جواك، انك تصاحبه، انك تتعامل معاه نفسيا عشان يقدر يديني في الملعب. فبيقول لك هو بيركز على الناحيه النفسيه دي كويس قوي. طبعا لما جه يعني هو مدرب كبير طبعا ومدرب كويس، وكان عنده اختبار صعب، يعني نهائي افريقيا ده صعب اتحط فيه، نجح منه فابتدى عارف نجح بخبراته ولا خبرات لعيبه الاهلي ولا توفيق ولا ايه بالظبط؟ لا هو طبعا هو ذكي طبعا، لكن انت معاك العده. ايوه بس المباراه العدة. بس الاساس اللعيبه طبعا، بس المباراه كانت نادي الزمالك هو الليدنج عن النادي الاهلي. لا الزمالك زي ما بقول لك يعني كان ماشي كويس وعنده لعيبه كبيره ويقدروا يصنعوا الفرق في اي وقت، لكن طبعا بخبره النادي الاهلي قدروا يحسموها وهو نجح. يعني حظه حلو يعني انا عايز اقول بلغه الكوره كده، حظه حلو اللي هو ماسك النادي الاهلي. دايما النادي الاهلي هو اللي بيصنع يعني اسماء المدربين، هو راجل معروف وتاريخه كويس في الكره الافريقيه وعامل نتائج، وقبل كده مع صن داونز خد البطوله، لكن النادي الاهلي هيتقله اكتر. يعني النادي الاهلي هيتقل موسيماني اكتر. تمام. وكمان لو خد الكاس فانت عمال يحقق بطولات، يعني لو خد الكاس ان شاء الله في اسبوع خد بطولتين افريقيا وكاس. مباراه صعبه؟ ايه؟ مباراه صعبه. اكيد طبعا، طلع الجيش عنده صفقات كلنا شفناها ولاعيبه كلها خبرات، عمرو مرع، عمرو جمال، احمد سمير، لا كلهم ناس يعني محمد بسام. لا يعني كون اللي انت تطلع بيراميدز وتطلع الزمالك يبقى انت فرقه محترمه طبعا. فالنادي الاهلي اكيد لازم يركز كويس قوي زي ما هو مركز ويعمل حساب ويحترم الفرقه طبعا، ونتمنى ان شاء الله نتفرج على مباراه يعني محترمه وفرقتين كبار، نهائي كاس مصر، ف ان شاء الله باذن الله تبقى مباراه كويسه ان شاء الله. كنا بنتكلم في جزئيه مهمه جدا، جزئيه ان الموسم القادم هيبقى موسم صعب جدا جدا لكل الانديه. جدا. عاجبني كل الانديه مركزه السنه دي، ما حدش عايز ينزل، حتى الانديه اللي لسه طالعه عامله صفقات هايله جدا، جايبين لعيبه خبرات، جايبين لعيبه نجوم، فكله بيحاول يدعم، ما حدش عايز ينزل، خصوصا الناس اللي لسه طالعه. كل واحد يقول لك انا عايز اقعد بقى في دوري الاضواء والشهره، مش عايز انزل تاني. كل الناس حتى اللي في الدوري الممتاز خايف اللي هو ينزل، فالموضوع هيبقى صعب. الدوري هنتفرج على دوري ممتع، وده بيبقى حاجه كويسه في الاول وفي الاخر لمنتخب مصر. أيوة. فاحنا عايزين نتفرج على مباراه على 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 دوري ممتع، وكل مباراه فيه تبقى عارف ايه، زي عارف لما بتتفرج وبتستمتع بالدوري الانجليزي. ممكن تتفرج على فرقه مثلا تبقى لسه صاعده في الدوري الانجليزي وتحس ان هي بتلعب بقى لها 10 سنين، فاهم؟ فاحنا مش عايزين نحس مثلا السيراميكا لسه طالع، مش عايزين نحس البنك الاهلي لسه طالع، لا كل الفرق دي دعمت. فهنتفرج على دوري ان شاء الله كويس باذن الله. مش قلقان على النادي الاهلي في كاس العالم للانديه؟ لعب ممكن لعب بايرن ميونخ؟ اكيد طبعا، بايرن ميونخ فرقه عالميه طبعا، فلا النادي الاهلي يعني متعود اللي هو دايما بيروح كاس العالم. جمهور الاهلي عمال يمنشن على صفحه بايرن ميونخ كل شويه. هي مش حاجه جديده اصلا. الشناوي احسن من نوير، مروان احسن ليفاندوفسكي، يعني انت فاهم؟ لا هي طبعا حاجه كويسه انك تروح اليابان وحاجه للتاريخ، فاعتقد ان شاء الله ربنا يكرمهم يعملوا له حاجه كويسه وناخد مركز متقدم. يعني مش بقول ان احنا نروح ناخد البطوله، ايوه، بس على الاقل ابقى واقعي يعني اروح يعني هي في مباراه ما بين اوكلاند وما بين الدحيل، اللي هيكسب في هذه المباراه هيلاعب النادي الاهلي. النادي الاهلي لا هو خلي بالك كل الفرق اللي بتوصل كلهم أبطال. يعني بايرن ميونخ الطريق ليه للنهائي؟ لا ما هو طبيعي انت كلنا شفنا، فاكر ريال مدريد ما بيروح، عارف، وعلى فكره برشلونه بيروح انا شايف ان